حياكم الله مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ديرتنا. بداية أسبوع نتمنى إن شاء الله أنها تكون بداية أسبوع جميلة على كل من يشاهدنا وعلى هالديرة وعلى مواطنيها وأيضا على سكانها. برنامج ديرتنا زي ما عودناكم كل يوم من الأحد إلى الخميس تتجول في مناطقنا وفي أرجاء مملكتنا الحبيبة، وبالتأكيد نسعد بمشاركاتكم ومقترحاتكم على هاشتاغ ديرتنا. أبرز عناوين هذه الحلقة: الإبل موروث شعبي في التراث العربي والسعودي. القحمة مقصد زوار شواطئ عسير في الربيع والشتاء. جدة سياحة وألعاب بحرية. حياكم الله في ديرتنا. نبدأ بأخبار مناطقنا، حيث أعلنت الجهة المنظمة لسباقات فورمولا 1 عن تعديل مواعيد انطلاق سباقات موسم 2021 وتأجيلها أسبوع واحد نظير استمرار القيود المفروضة على السفر الدولي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد الذي كان مقرر أن يقام خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر، ليقام في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2021. وتعتبر فورمولا 1 أحدث فعالية رياضية دولية ضخمة تلتزم بها المملكة، وستتوج عاما مثيرا لرياضة السيارات في المملكة، حيث استضافت قبل أيام رالي داكار، وسترحب بعودة سباق الدرعية للفورمولا إي للعام الثالث على التوالي في شهر فبراير المقبل. حراك جميل جدا في جانب السيارات. نذهب إلى الخبر الثاني: استمرارا لجهود المملكة في حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها، قامت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتعاون مع الأمن العام بحملات تفتيشية استهدفت عدد من المناطق في المملكة، طبعا بغرض ضبط المحال التجارية المخالفة لأنظمة حقوق الملكية الفكرية. تم ضبط 11620 مادة منتهكة للحقوق الإبداعية، شملت إلكترونيات وبرامج حاسب آلي وتسجيلات صوتية ومصنفات مطبوعة، وهنا نقصد خدمات الطالب، خلال فقط شهر يناير 2021. للحديث أكثر عن هذا الموضوع بالتأكيد ينضم إلينا الأستاذ محمد بن عبد الله الحسن، المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية. في البداية رحب فيك أستاذ محمد. خدمات طالب، برامج حاسوبية، محلات للكمبيوترات، وفق حملة توعوية تفتيشية، ماذا يعني أن تقوم الملكية الفكرية بضبط هذه المصنفات التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية؟ اهلا بك اخوي ياسر وبالسيدات والسادة المشاهدات والمشاهدين، وشكرا لكم اول شيء على تسليط الضوء. واسمح لي ياسر، اول شيء انا يعني شهادتي ذيك مجروحه، فانا اقول لكم اول شيء الف مبروك على الباقه الجميله في قناتنا وشاشتها الاولى قناه السعوديه، على هالباقه الجميله وفعلا تستاهل الحب السعوديه، وايضا برنامج اكثر من رائع ديرتنا، الله يوفقك ياسر ويزيدك يا رب. لكن السؤال مهم، ويعني والاجابه ايضا اللي تعتبر مهمه فيما يتعلق باحترام الملكية الفكرية. كثير من الناس ياسر اليوم يعتقد أن الملكية الفكرية بدأت في المملكة مؤخرا، وما يعرفون أنه منذ أكثر من 80 سنة سجلت أول ملكية فكرية. في المقابل أيضا الكثير من الجهود اللي تمت للمملكة وانضمت لعضوية المنظمة العالمية للملكية الفكرية قبل 40 سنة. إلى هالجهود اللي شفتوها من خلال شاشة قناة السعودية وبرنامجكم أيضا في يعني الحملات اللي شملت ثلاث مناطق من المملكة العربية السعودية: المنطقة الشرقية، منطقة مكة المكرمة، ومنطقة الرياض، والرقم اللي تفضلت فيها ياسر قبل قليل على ما تم يعني القبض عليه من مضبوطات مخالفة لحقوق الملكية الفكرية. مصنف أدبي يعني إيش؟ يعني الكتب اللي منسوخة الآن وتصور من دون إذن أصحابها هذه مخالفة. البرامج اللي تم برمجتها تعبوا عليها أصحابها، ما يمكن نستنسخ برامج دون إذن أصحابها. أجهزة البث والمواقع الإلكترونية اللي تبث من دون يعني إذن قانوني
وإذن كتابي لأصحاب الحقوق مادي وأيضا أدبي يخالف عليه القانون. أعتقد اليوم يعني شاشة السعودية تضرب أروع أمثال يعني احترام الملكية الفكرية، لا من خلال بناء الهوية البصرية ولا من خلال استخدام الموسيقى اللي قبل قليل سمعناها للراحل طلال المداح رحمه الله. في النهاية هذه المواد يملكها التلفزيون السعودي وأيضا يملك حقوقها ويستطيع أن يعني يعمل عليها. أكيد الإنتاج الإعلامي يعني بحر لا ساحل لا، جهود المملكة مستمرة في هذا الشيء، والله يوفق عنا الجاي إن شاء الله. الله يعطيك بالعافية، شكرا لك الأستاذ محمد الحسن المتحدث الرسمي للملكية الفكرية، وجهودكم فعلا كبيرة فيما يتعلق بالتوعية ثم بضبط كل مصنف ينتهك حقوق الملكية الفكرية. نعم بالتأكيد مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن إلى مراسلينا حول المملكة وتحديدا في الخبر، ولكن بعد الفاصل. حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى في برنامجكم برنامج ديرتنا. يوم الخميس الماضي ذكرنا لهجات مختلفة في هالمنطقة وهالديرة الكبيرة القارة المملكة العربية السعودية. كل قبيلة وكل منطقة عندهم لهجة مختلفة ومفردة جديدة. طبعا ذكرنا لكم يعني مصطلح الدبش، وش يعني مصطلح الدبش، وكان فيه آراء ومقترحات كثير ومشاركات عبر هاشتاغ برنامجنا ديرتنا. نشكر صراحة هالتفاعل الجميل. إيش رأيكم نشوف بعض التغريدات الجميلة اللي تفاعلت معنا في مصطلح أو ما معنى مصطلح الدبش؟ نروح مع أولى التغريدات. حمود اليحيى يقول المصطلح يستخدم في المنطقة الغربية وهو يعني العفش حق العروس يوصل لبيتها من قبل أهل الزوج قبل الزواج بأيام. حلو. طيب مها تقول الدبش هو تجهيزات العروس، برضو تؤيد كلام الحمود. اللي بعده، طيب المهندس أحمد يقول الدبش كلمة تعني تجهيزات العروس اللي ترسل لبيت أهل العروسة وهي عادة متبعة في المنطقة الغربية. حلو. أبو محمد يقول الدبش الحلال الأغنام. أوكي هذا رأي مختلف الحين، في ناس يقولون الحلال الأغنام وفي ناس يقولون مقاضي العروس. طيب معنى الدبش على حسب المنطقة، بعض المناطق يكون معناها جهاز العروس، البعض عندهم معناها الحيوانات، والمعنى الآخر الطوب الثقيل، في معنى يقول لك طوب وأحجار، وكما في المثال عن الشخص ثقيل الدم يقال عنه دبش، وكلامك دبش إيه ثقيل دم. هذا الحين معنى رابع، يعني طلعت لنا خمس معاني على الدبش. طيب أمجاد تقول الدبش له معنيين، الأول الحيوانات، الثاني الدبش جهاز العروسة، جهاز العروسة أو تجهيز العروسة. حلو، مقترح جميل. طيب أم ياسر تقول، طبعا مو بأمي بس أتوقع أن واحدة من المتابعين، تقول في الغربية دبش العروسة، في القصيم الدجاج، وحصل موقف وأنا من الغربية ردت علي قصيمية تضحك تقول هذا الدجاج عندنا. ممتاز، يعني آراء جميلة ومختلفة، يعني أكثر من ست معاني الكلمة واحدة في هالديرة اللي هي الدبش. طيب إذا أنت تتابعنا وبرضو عندكم مصطلح جديد أو معنى جديد، شاركنا في هاشتاغ ديرتنا وخلنا نستعرض هالمعاني والمصطلحات الغريبة عن الدبش. طيب حنا نزلنا للشارع وبرضو سألنا سكان منطقة الرياض عن معنى كلمة الدبش، خلونا نشوف وش كانت إجاباتهم. دبش أو دبش؟ دبش. دبش. أعتقد الحيوانات أو يسمونها الدبش أو الدبش. دبش. إيه مرت عليه، يعني يمكن الإنسان اللي ما يفكر على طول يدخل كذا بالإجابة. هذه هي. مرت علي. أتوقع مأخوذة على بالعنفوان شيء زي كذا. يعني دبش. ممكن بعض القبائل عندنا ممل غثيث، حد بعض القبائل برضه يعني ممكن لها معنى آخر. أتوقع غبي أو شيء زي كذا، ما أدري. لا والله ما مرت، وأكيد الكلمة هذه قديمة، أتوقع أنها كلمة قديمة ولذلك ما مرت علي. والله الحقيقة مرت علي بس ما أعرف إيش معناها أبدا يعني ما أعرف صراحة كلمة
اتوقع جمال. جميل جميل جميل، مقترحات جميله واجوبه رائعه. طيب احنا برضو ما رحنا للعاصمه بس، برضو رحنا الجدة وسالناهم وش معنى الدبش او الدبش، خلينا نسمع اجوبتهم وش كانت. معروف انه هو تجهيزات العروسه من ملابسها من مكياجها من جزماتها من اغراضها الشخصيه، ودبشها في لبسها وعطوراتها ومكياجها، نوديها قبل بيوم او باسبوع او يوم السفه. المفارش من عطورات من شوزات، اغراضها اللي تجهزها امها لها قبل الزواج اللي هي الملابس الارواب الاكسسوارات تبعها، قمصان النوم، فساتين السهرات، الذهب، اللي هو تجهيزات ما قبل الفرح، اي شيء يخص العروسه كتجهيزات من ملابس من ذهب من اكسسواريز، اي يعني اشياء تخص كعروسه يعني. جميل جميل، يعني اجوبه مختلفه ورائعه. طيب انا والله ما اخفيكم انا ما اعرف وش الاجابه الحقيقيه والاجابه على هذا المصطلح ايش معنى الدبش، بس اتوقع والله اعلم انه يعني في ناس ممكن يعني ذكروا كثير ان الدبش او تجهيز العروسه، وهذا انا اتوقع مع هذا الراي، لكن خلونا ناخذ الراي الصحيح مع مؤلف معجم اللهجات المحكيه في المملكه الاستاذ سليمان الدرسوني. اهلا وسهلا فيك معنا في ديرتنا استاذ سليمان. الناس احتاروا يسالون وش معنى كلمه الدبش، عطنا وش سبب هالاختلاف في هالجواب وش معناه. اولا احييكم واحيي الاخوه المشاهدين واتمنى لبرنامجكم هذا النجاح المتواصل. الدبش تتعدد معانيها الدلاليه. نقول اولا الدبش اللي هي البهائم عموما البهائم، وعند البعض صغار الغنم، وفي السراء على الحلال او البقر. الدبش في معنى دلالي اخر في الحجاز، وهو أغراض العروسة عموما. يعني كل الأجل يعني كل الإجابات أستاذ سليمان. نعم أستاذ سليمان، يعني كل الإجابات اللي جاتنا صحيحة ولا؟ بالذهاب إلى بيت الزوجية مصطحبين تلك الأغراض، ويقومون بجمع عدد كبير من الحمال الحمالة، ويضعون على رأس كل شخص منهم قطعة من الأثاث، ويسيرون بين الأحياء على الأقدام، تصحبهم الأهازيج حتى بصول للبيت العروسة. هذا في الدبش عند أهل الحجاز. ومعنى دلالي آخر يقول في نجد الدبشة الغبي أو الساذج أو الذي لا يجي إتقان عمله. هذا معنى ثاني لها. جميل. يعني وكذلك الدبش الحجارة، الحجارة الصغيرة تستخدم للبناء أو كسر الحجارة الصغيرة. وفي الجزائر الدبشة الكزبرة. في الشمال شمال المملكة يسمون البطيخ الأحمر الدبشي. أما في اللغة العربية الدبش هو القشر والأكل، يقال دبش جراد الأرض وأرض مدبوشة أي أكل نبتها. جميل جميل، الله يعطيك العافية أستاذ سليمان الدرسوني. يعني كثير من المصطلحات الجميلة صراحة في وطننا وفي بلدنا، يعني احنا نتكلم الحين عن أكثر من 5 معاني لمصطلح واحد، وهذا يعني يدل على التنوع والموروث اللي عندنا والثقافة المختلفة في هالبلد الكبير. شكرا يعني الأستاذ سليمان الدرسوني، احنا نوعدكم يعني بكثير من المصطلحات المختلفة والجميلة عبر برنامج ديرتنا. كل يوم لازم نتعرف على لهجة، إلينا إن شاء الله نصير نعرف كل لهجات مناطقنا في هالديرة الجميلة. طيب إيش رأيكم نروح للإبل، وهنا نتكلم أيضا عن موروث شعبي ومن التراث العربي والسعودي، وطبعا الإبل هي معجزة الله على أرضه أمرنا بالتأمل بها. واجتهد ملاك الإبل في الفترة أو في الآونة الأخيرة في سباقات الهجن ومزادات البيع، وأيضا دخلوا فيها منافسات، وهنا نتحدث عن جمالهم. أحمد المسعود بيروي لنا قصة حية للإبل وأيضا اهتمامات الناس فيها، خلونا نشوف مع مراسلنا عديز الغامدي هذه القصة. يا مرحبا ترحيبة الضامي، يا هلا المخيل.
اللي قطع وسط الخلا والقايلة يصلابها ويا مرحبا ترحيبة العاشق اللي أشاف الخليل اللي مضى عنها سنة ما شافها وهدابها ترحيبة لو تبرك جمال الحمولة اللي تشيل انت تشتكي من جورها وتموت ما ترقابها ترحيبة ما قاسها كيلو ولا تقاس ميل تقاس بالشمس من مشراقها لغيابها. أحمد المسعود والذي ترعرع بين رموز العروبة والصحراء في مزرعته الخلابة متنقلا بين النخيل والإبل ومتيما برمال وأرض الزلف التاريخية. مزرعتنا هذه فهي مزرعة في المستوي تابعة لمحافظة الزلفي مساحتها تقريبا حول 5 مليون. الحقيقة مهتم فيها بالزراعة بشكل عام بالنخيل ومثل أشجار مثل ومثل الحمضيات بأقسامها اللي هي الليمون الكمكوات الفندي البرتقال ومهتم فيها بشكل خاص بالنباتات البرية والحيوانات. الحيوانات فيها هبل وغنم وخيل وغيرها من الحيوانات. يعيش أجمل أيامه أحمد في مزرعته الخلابة بين عشق وهواية توارثها من والده. والمحمية فيها نباتات برية نادرة اللي تقريبا حول 5 سنوات أو 6 سنوات أشتغل عليها. زرعت فيها أندر نباتات برية مثل الرطة مثل الغضا مثل العرفج مثل الضمران مثل الشعران مثل الروثة إلى آخر من النباتات العاذر العلندة العلقة كلها موجودة من فضل الله سبحانه في المحمية هذه. مساحتها تقريبا المحمية حول 200,000 متر. اللي خلاني صراحة أهتم في النباتات البرية أول شيء أنا مالك حلال. مالك الحلال يشتكي من يعني الرعي الجائر في المناطق الصحراوية البيضاء اللي هي ما يملكها أحد فيها رعي جائر وانقرضت النباتات. فهذا خلاني أهتم في النباتات البرية وزراعها والحمد لله بفضل الله نجحت اللهم لك الحمد. وحتى يجوني كثير من اللي مهتمين في النباتات البرية يأخذون بذر ويسألون عن الطريقة وأساعدهم وأنا أزرع أساسا كل سنة تقريبا ما بين 15,000 إلى 20,000 شتلة برية. أغطي المحمية عندي تقريبا من 5,000 إلى 7,000 والباقي أوزع على الأصحاب والأحباب اللي مهتمين بالنباتات هذه. أحمد المسعود يعيش أجمل أيامه في حب تولده منذ الصغر بين عشق الصحراء وربط بين حاضرها وماضيها. من الزلفي التي ربطت بين الحاضر والماضي والتي تربط عمق تاريخ جذورها التاريخية بحاضر أهلها وإنتاج حضاراتها. برنامج ديرتنا عبد العزيز الغامدي الزلفي. يعطيك العافية عزيز الغامدي وضيفك الجميل أحمد المسعود على هل الحياة الجميلة والبسيطة واللطيفة وأيضا اهتمامه بالإبل أكيد يؤكد على العروبة وأيضا حتى في مملكتنا الحبيبة سواء من قيادة أو من حتى مجتمع يعشقون بشكل كبير جدا هالإبل وأيضا المشاركات والفعاليات في الفترة الأخيرة. إيش رأيكم نروح الفاصل؟ لكن قبل الفاصل أذكركم بأنه مقترحاتكم أفكاركم تهمنا عبر هذا الهاشتاج أدنى ديرتنا ديرتنا منكم وإليكم. فاصل قصير ثم نعود. يا هلا وسهلا فيكم مشاهدي الكرام مرة أخرى في برنامجكم برنامج ديرتنا. طبعا احنا بنروح يعني وضعنا على عاتقنا في البرنامج من إعداد هذا البرنامج إلى كل شخص في هذا البرنامج نروح مناطق الأول مرة نسمع عنها. هالبلد كبير جدا 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 سعودية كبيرة بكل ما تعنيه الكلمة محافظات مدن مناطق. أنا اليوم قبل ما أطلع الفقرة هذه كنت أسأل زملائي في المصورين في الاستوديو الله يعطيهم العافية وهم أخبر مني طبعا في المناطق فكنت أقول لهم تعرفون بلدة أو محافظة أو قرية اسمها القحمة فأغلب الإجابات ما أخفيكم كانت
لا، ولكن احنا اليوم بنروح للقحمة، وهي من المواقع السياحية الجميلة اللي تشهد إقبال كبير من السياح، وخاصة في فصل الربيع والشتاء. طبعا القحمة واقعة على شاطئ البحر الأحمر في الجنوب الغربي من مدينة أبها. زميلنا المبدع محمد الأحمري زار القحمة وعطانا شيئا من الذكريات القديمة، خلونا نشوف. تاريخ ضارب في القدم وشواهد تاريخية تحكي قصة هذا المكان وحضاراته العريقة. جبل الوسم، وهو الاسم القديم الذي عرف به مركز القحمة التابع لمنطقة عسير، عرف عن هذا المكان بأنه كان واحدا من أقدم الموانئ على مستوى المملكة، يخدم منطقتي عسير وجازان قديما. القحمة تاريخ، والقحمة أمنيات وآمال وطموحات. تاريخ القحمة، نحن الآن في قلب الحدث، أنت الآن في التاريخ. لو تكلمنا عن التاريخ، هذه المنطقة أو الجزء هذا من ساحل عسير له أكثر من 200 سنة، حيث كانت الميناء الرئيسي في ساحل عسير، وزخر هذا الميناء بلقاء أحد ملوك المملكة العربية السعودية الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله، حيث استقبل في عام 1374 هجري، وأقيمت له منصات على البحر إلى الساحل، وأقيم له حفل بهيج بهذه المناسبة رحمه الله. اشتهرت القحمة بكثرة أشجار النخيل والدوم، وهذا ما جعلهم يعتمدون عليها اعتمادا كاملا في بناء منازلهم، يدل على حجم البساطة التي كانوا يعيشونها أهالي المكان قديما. إنسان القحمة في الساحل يقضي يومه في بساطة وفي أنس وفي انشراح وكذلك مرح، لا يحمل هم الدنيا أبدا، حيث الصباح الباكر يذهب إلى البحر في سفن شراعية، يحضر الأسماك، يبيع منها جزء ويهدي جزء ويأكل جزء. هذه حياة البحارة. في المساء في العصر يتقابلون ويفرحون ويمرحون ويلعبون ألعاب مسلية مثل المقطار ومثل الضومنة ومثل الكيرم، الأشياء البسيطة، إلى أن يأذن للمغرب، يصلون ثم يذهبون إلى المنازل، ولا أحد يخرج بعد ذلك إلا لغرض مهم. لماذا؟ ما في، الحياة كانت بسيطة، الحياة كانت بسيطة أبسط مما تتخيلون. في البيت لا يوجد إلا فانوس واحد، في بعض البيوتات فانوس واحد يخدم البيت كله. أشجار النخيل كانت أكثر من 10,000 نخلة، وأيضا الدوم، شجر الدوم موجود أيضا في القحمة بكميات كبيرة في الأودية، فلذلك منازلهم من الجريد ومن الدوم. الأبواب التي عملت في المدينة التاريخية هذه أعرف من اشتغل فيها، وهو حسين آل علي رحمه الله، كان نجارا بارعا ومميزا، يصنع الأبواب ويصنع الشبابيك. تطور بناء القحمة والمبانيها من العشة إلى المبنى الحجر المكون من الحجر والدوم وسعف النخيل والطين، هذا الصب حقتنا فوق وحطون طين. هذه المباني أنشأها سعوديون. طبيعة حياة وذكريات قديمة تتنوع قصصها في منطقة عسير بحسب التضاريس المتنوعة والمختلفة للمنطقة. من سواحل عسير لبرنامج ديرتنا، محمد الأحمري، القحمة. الله يعطيك العافية يا محمد، تقرير جميل جدا، عرفتنا على شواطئ جميلة ومنطقة رائعة جدا وهي القحمة. عشان كذا نقول لك الوعد إن شاء الله القحمة قريبا بإذن الله. والله أنا بيت النية خلاص أني لازم أروح لها المنطقة، لأنه يتوفر فيها كل شيء، بحر وجو ونخيل وطبيعة. يعني الحمد لله هالبلد كبير جدا وفيه موارد طبيعية، الله يديمها علينا يا رب. طيب احنا وصلنا طبعا لنهاية البرنامج، ودائما أقول للمخرج
والله البرنامج فيه كثير من التفاصيل، لكن احنا معكم ان شاء الله يوميا في ديرتنا، مشاركاتكم مقترحاتكم، ترى هالاماكن انتم رشحتوها لنا وعشان كذا احنا عرفناها ورحنا لها مع مراسلينا، وبالتالي هذا الهاشتاج هو منكم واليكم. اعطونا افكاركم، عاداتكم، لهجاتكم، تبون نناقشها في على الهواء ونقدم لهجه جديده من اي منطقه، من اي مدينه، من اي بقعه في مملكتنا الحبيبه، احنا حاضرين ومؤدين البرنامج يتابعون هالهاشتاج. شكرا جزيلا على انكم اعطيتونا وقت لهذا البرنامج، نص ساعه ولكن نص ساعه سريعه على مناطق المملكه. الشكر موصول لكم جميعا من فريق البرنامج ومني أنا ياسر الحكمي. نلتقيكم بإذن الله غدا في نفس الموعد. إلى اللقاء.